قاعدوا قاعدوا بلا مسطر الراجل قاعدوا بلا مسطر مالك اختي على حالتك خلعتينا خلعتينا ونص الليل هذا مالك اختي تصورني يا عطواني تصورني يا عطواني بما ان الفيروس هذا ديال العطواني وهاد الاعراس بين قوسين المهم هما كيقولوا اعراس والتقليد على رقبتهم هما المقلدين ولكن بما ان الفيروس هذا انتشر في العالم العربي ووصل حتى للمغرب وبما ان خالد الشريف دار عليهم حلقه ودار عليهم حلقه ثانيه وجمال الفا دار عليهم حلقه جات نوبتيشينا ندير عليهم حلقه هذا هو العريس ما شاء الله كيوت ما شاء الله ان شاء الله بغيت نعرف غير علاش تبقاو تضربوا الحجبان ديالكم هكا وتجيبوهم هكا علاش دابا انت من العريس ملي ضربتي الحجبان ديالك بزيزوار اش خليتي مرتك ما تضرب الخوت انا راه ما متاكدش بان راه هذا هو العريس انا ما متاكدش 100% شنو شفتو ما نعرف ولا ما كانش هذا هو العريس يعني العروسه يمكن فهاد شي خويا راه تخلط حتى هذا تيتباس و ما نعرف واش هذا هو العريس ولا العروسه الله اعلم اخويا انا بقيت هادشي راه ولا تيدخلني فيه التنكره رقيت الحال نصبر واحد العام الى حمل راه هي العروسه ولا ما حملات راه هو العريس خواتات العروسه فرحانين باختهم تزوجات الله يسخر لهم زعما ما كاينش اللي فرح لك قد خوتك خواتاتها مسكينه فرحانين شوف كي كيشطحوا وكذا يا ما شاء الله الفرحه باينه في وجههم والعقبه لهم حتى هما يجيب لهم الله شي عريس يسرهم ونجيبوا حتى حنا العطواني وبقى يجيب لهم الله شي عريس للعطواني اليوم الشط زايد مايه اللهم قوي ايمانك اللهم قوي ايمانك واسي العطواني واسي واسي تقرا قران حبس ديك الموسيقى الحامضه واش ديك الموسيقى تاع صورني ويا العطواني كديرها في العراس كديرها في السبوع كديرها في الكراز كديرها حتى في بنادم كيقرا القران زعما خصك تجيب شي اف نتاع ماهر زين نتاع كديرها من باك جراوند كتكون دينيه وانت يا سيد كيقرا القران وانت كتطرق له وصورني ويا العطواني الحمد لله الحمد لله الحمد لله واخيرا بعد تحقق الحلم وشفنا العروسه كي دايره الحمد لله يا ربي وليني الصراحه غزاله ما عندكم ما تقولوا بالرجله غزاله هذا اللي تزوجها الدار همزه هذاك الحمار سيده مجوجه صافي الله يسهل عليها غز عليها زوينه ولا صافي صاحبي السيده مجوجه حتى حنا ما قلنا والو خويا الله يسهل عليها حنا قلنا زعما راه الدار مليح يا جي صباحي كيبوس شنو بغيتي يدير له كيبوسو والبشر والعالم الاعراس ديالنا بان نقافوا الكوافوره كيوجدوا العروسه تيديروا لها شي شوار يديروا لها العكار يديروا لها الماكياج يديروا لها السقلي باش يوجدوها للعريس في 2020 جا العطواني قلب لهم كل شيء ولينا كنشوفوا بان العريس هما اللي كيديروا له شي شوار وكيطراسيو له الحجبان يديروا له العكار وفون دو تان باش يوجدوه للعروسه يعني هي اللي غادي تدخل عليه ممكن عودة الله يخليكم بعضياتكم الله يخليكم بعضياتكم يا عمي الله يخلي زعما كاين واحد الحام كاين هنا كاين الراس
ما لقيتي فين تبوسو غير صفوها له الفدوة كامر تتخبط الفدوة عشقي العطواني عشقي عشقي العطواني عشقي لا بفرح ولا برقص لا بفرح الله العروسة شدتها الحالة الله شدتها الحالة العروسة حابين غير اللي معروضين هما اللي ساعات العروسة فيها الله يرحم يا ربي الله يرحمك يا صدام حسين الله يرحمك يا ربي الله يرحمك متي قبل ما تشوف هذا الشيء الله يرحمك خالت العروسه فرحانه عرفتي شوفوا الفرحه كي دايره ربي اللي حاس بيها هي ما كتشبهش المنفتو والله العظيم انا بان لي غير منفتو مشات معروضه عندهم اه العطواني بغى يطول المشروع وبغى يدير داكشي ديال السينيماتيك زعما نعس ونصورك وبدا داكشي بلي زيفي والسلو موشن وكذا السينيماتيك بلا بغى يطور المشروع نعس وحده المصحف بيت الليل كامل وكيقرا ما راك عارف بدا بالستريس نتاع العرس وكذا وهذا قربت نبكي بالخشوع اللي فيك اختي راك عارفين العروسه كتكون مستريسيه ديك الليله وكذا ليله كامله وهي كتقرا القران الله يسخر لها يا ربي الله يسخر لها الو حبيبتي ايوا ونعيش اللحظه واحلى يوم وهذا ايوا الحياه دوار قلبك تموت عليك وزعما هذوك راه هما اللي باينين تما في المرايه زعما ما شتيهم في المونتاج ما شتيهمش وقلتي لهم كحزوا ليه ايه العريس ناعس بسروال جيم ما كيتينوش حقا حيد سروال جيم باش يجي داكشي واقعي شي شويه وكذا وهذا لبستي سروال الكيتما بغيت نعرف عباد الله غير واش هذا عرس ولا فيلم قاصر دخلات وكذا ناعس المصحف حداه التليفون صونا هذا راه ما بقاش عرس هذا راه ولا فيلم قاصر دابا العرس تنتعادوا ما غاديش يوليو عرس يوليو افلام قصيره يولي شي واحد اللي بغى يتزوج يكتب سيناريو ويجيب الممثلين وغادي يجيب الكاميرات وغادي يزيدو يطوروا شي حوايج غادي يبقاو يتصوروا بثلاثه الكاميرات عوض ما يديروا عرس يوليو كيديروا فيلم قصير وليني العروسه راه ما تبانش تصورني يا عطواني تصورني يا عطواني تصورني يا عطواني تصورني يا عطواني اعوذ بالله مشطر الراجل اعوذ بالله مشطر مالك اختي على حالتك خلعتينا خلعتينا ونص الليل هذا مالك اختي ما كي اختي خلعتينا خرج وخرجتي هكا ما درتي لا حس ما قلتي السال عطواني عشقي لا بفرح ولا برقص لا بفرح ولا برقص لا بفرح ولا برقص عشقي العطواني عشقي لا باش كيعجبوك هما واخا نصوصا وما كاملينش في الميزاجور ديالهم الا انهم مؤمنين ومتقربين لله بواحد الشكل كبير الخشوع الخشوع صراحه واخا هما غير نصوصا وكذا ولكن الايمان في القلب دابا بغيت نفهم غير حاجه واحده انت واش تشطح ولا تدير لهم الاغراء هذيك شنو هذيك شطحه ولا شنو شنو هذي تدير لهم الاغراء رقيتي الهوته رقيتيهم مجموعين باغي تدبر غادي الناس غادي جايين حطارين العرس انت باغي تدبر على راسك تدير لهم داكشي ديال الاغراء زيد رش زيد راه مازال ما خوات زيد دخلنا عليك بالله بغيت نعرف واش هذيك ريحه ولا قرعه فريتوكس اول مره كنشوف ريحه فيها يترونس قدوك شنو هذيك واش ريحه وقاس كيرش انا وشميت الريحه بالهنا بالهنا شميت الريحه خازه زعما راك كتبانو زعما مرجلين وكتبانو زعما لابسين نقي ومحسنين مقاد بحالكم بحال الرجال ولكن هاد البوسه هادي راه عييت ما نصفي فيها نيتي وعييت ما نبقى نشوفها غير بنص عين وعييت ما ندير النظاظر باش نشوف ما بغاتش تصفالي نيتي اش هاد البوسه هادي راه ماشي بوسه هادي راه لا هاد ولاد الشيخ نانو كيتيري في عديانو محيحين في العراق لا والله العظيم انا محيحين راه قاسي كيتيريو في عديانو صراحه هاد العدسات هادو ولا هاد خوتنا هادو خاصهم واحد وتكمل الباهيه واحد وتكمل وخصهم الدومه
شي عدو ما لمشى شاف هاد الفيديوهات هادو وشاف هاد خوتنا هادو راه اليوم ما يباتش هنايا في المغرب اليوم يش الطياره للعراق بشحال ما كان التيكيت يمشي قطع راعتي بريكول حنا تنشوفو معراسات هو تيشوفهم بريكولات عرفتي شحال من بريكول يضرب عرفتي شحال من واحد يدبر على راسه يعيش فهاد العراسات هادو نتا عاد النصوص هادو نتا عاد تشد ربعه وتلاقيهم يا اللي يعطوك شي راجل الارض جوج الحوايج ما تلقاهمش وما تشوفهمش ما تشوفش المراه وما تشوفش الماكله ما كاينش شي عرس تفرجت فيه ولقيت شي طبسي ديال الدجاج شي طبسي ديال اللحم شي طبسي ينعلبوا هذا العرس اللي ما فيه لا دجاج لا لحم اودي يا سلام على الاعراس ديالنا ايوا سالت الحلقه ديال اليوم كنتمنى انها تكون عجبتكم هادو هما الاعراس نتوعهم هما راه تيقول لك بان الاعراس وكذا وراه التقليد على رقبتهم حنا راه ما كناش معاهم ولكن داكشي اللي كنشوفوا كذا راه ما عرس ما والو الله يسمح لهم ويغفر لهم ويغفر لنا حتى حنايا تهلاو فريوسكم يعاودونا ان شاء الله الحلقه الجايه يتوب عليكم.